وكل ما هو واحد هو ده في نوش الخير قال حاجة جميلة انا سببت فيها تقدر تتعامل شيء ده قال ان احنا ما نفكرش في الفوز العلم وقناع الفرقة على الفرقة وقال يا جماعة احنا ما نفكرش في الفوز احنا نفكر في الدور الاول وبعد كده نفوز وده في الخصوصا معاك كان العلم وهو لاعب كورة فانا بعيد لك وحبيب تعملش فينا وبكره ان شاء الله في الفوز